بسم الله الرحمن الرحيم كبرانن كبراتن تعزف في مدبات إرسات بمجمرتا سلام لكم بفولي مدب بفولي ناي سبقاوي مدب كمو دما لومي كافتي لومود بروغرام ناتي واتسي بشم إرسات بحفشو بروغرام عرب زي كوني بشم إرسات إزي أقداسي تساوعيت نقبرو زلنا كمو دما بغانكو عربي تقرنيان كن أليو كن فتنينا. أيها الأخوة المشاهدون متابعي الرسات، اليوم نطل عليكم في برنامج إنساني خاص خروجا عن المألوف لدينا. اليوم سنتحدث عن قضية إنسانية من الدرجة الأولى. سيكون معنا في هذا النداء الأستاذ جبري بهدوراي الناشط في مجال حقوق الإنسان، وكذلك ستكون معنا الأخت سعيدة علي وهي أم لاثنين من أبناء فقدتهم منذ 2016. باركس كبرانن كبراتن إزي غازيتاوي مجلسي إنه بوزل لنا كاب إرسات بفولي مدب ممهر قبري بهدوراي أب مسلناي حبرة السب زنتف كمدما حفتنا سعيدة علي كلتة دكاز سانت ويدها يوم زي بالله كساب لويت لومي كاب كلتش حنا عسر شدشتن إرسات نحنا ناي بحكي كم ميديا ني أدالونا بزبل تروحو قالا ختهب كم دما بوغن جبري بهدوراي قالوت ناي اهغراوي اورجانيزيشنز قدسا بزعبا زغداي انتاي كم زمسل مجلسي خبرنا يو مجمرتا بسلسو انكو خنببيوت مجلسي بوانكو انجلش عربن تيغرينيان. المشاهدون الكرام، سنقدم لكم تصريحا صحفيا بثلاث لغات باللغة الإنجليزية والعربية والتيغرينية. الآن أدعو السيد جبري بهدوراي الناشط الحقوقي في مجال حقوق الإنسان ليقدم التصريح الصحفي باللغة الإنجليزية أولا. تفضل أستاذ جبري بهدوراي. شكرا، يعني أهلا وسهلا والسلام عليكم. مباركس بناي نباب ملكة غيره كقربو تقريبا له مالتي بزنا معلت مباركستي مصوعتنا خمزيبل دير مادام سير. In June 2nd, 2016, unconfirmed news spread that 32 Eritreans who left Sudan on their way to seek a safe haven in the diaspora disappeared in a mysterious condition in the Aswan area in southern region of Egypt. Few days later, the families of five Eritreans on the said journey learned that their children had been killed in a shootout between smugglers and the Egyptian border patrol in the area. While other rumors speculated that they were taken to detention camps, such as Sijin Symbol, in the Aswan region in Egypt. Ever since, the families had been in a state of anxiety and agony over the fate of their loved ones. For the past 6 years, they have spared no effort to find out the whereabouts of their loved ones. At present, we, the undersigned human rights and refugee organizations, have agreed to organize a solidarity campaign in support of the families. The intent is to highlight their plight and induce much needed momentum with the hope of reaching out as many people and entities as possible. In this context, we appeal to all relevant human rights organizations and international bodies, in particular, the Red Cross and Crescent, to provide us with the necessary assistance as we get the message out to raise awareness and trust that our collective efforts would lead to locating the missing Eritreans. Below find attached here, there is a poster being put out, and I'd be more than happy also to expose
the six organizations are willing to help us in our quest in search of this missing person. Number one is Eritrean diaspora in East Africa. Number two, Eritrean Coordination for Human Rights. Number three, the Red Sea Afar Human Rights Organization. Number four is African Monitor. Number five is Lalade. And number six is a refugee platform in Egypt. If you have any information, reach out to Mr. Gabri Bahdourai, Mr. G, human rights advocate and activist at 404-483-3355. And we have enlisted several contact person and we'll share it with you as soon as possible. Thank you for tuning in. يغني لنا كبر حونا قبري بهدوراي بذهب قايو مجلسي. شكرا لك الأستاذ قبري بهدوراي الناشط الحقوقي في مجال حقوق الإنسان على التصريح الصحفي الذي تقدمت به. الآن مشاهدين الكرام أقدم لكم ذات البيان باللغة العربية، نداء إلى منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية. في يونيو من عام 2016 انتشرت أنباء غير مؤكدة عن اختفاء بعض الإريتريين الذين غادروا السودان وهم في طريقهم للبحث عن ملاذ آمن في المهجر في ظروف غامضة بمنطقة أسوان بالمنطقة الجنوبية من جمهورية مصر العربية. بعد أيام قلائل علمت أسر خمسة إريتريين في الرحلة المزعومة أن أبناءهم لقوا حتفهم في تبادل إطلاق النار بين المهربين ودورية الحدود المصرية في المنطقة، بينما تكهنات أخرى أفادت بأنهم على قيد الحياة في معسكرات الاعتقالات بمنطقة أسوان. منذ ذلك الحين كانت العلائق أو العائلات المفقودين في حالة من القلق والذعر على مصير فلذات أكبادها، حيث لم تدخر تلك الأسر جهداً على مدى السنوات الست الماضية لمعرفة مكان أحبابهم. وبهذا الصدد اتخذت منظمات حقوق الإنسان وجمعيات اللاجئين الإريترية الموقعة أدناه مبادرتها الإنسانية بتنظيم حملة تضامنية مع عائلات المفقودين بهدف تسليط الأضواء على محنتهم وإعطائهم القضية، أي إعطائها البعد والزخم الإعلامي الضروري على أمل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص والكيانات المعنية. في هذا السياق نناشد جميع منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية المعنية، لا سيما الصليب والهلال الأحمر الدوليين، الاهتمام بالقضية والتعاضد معنا وتوفير المساعدة اللازمة، بينما نسعى نحن من ناحيتنا في الرسات لحشد أكبر قدر ممكن من الجهود الجماعية المتاحة بغية تحديد مكان الإريتريين المفقودين ومعرفة الحقيقة برمتها. كما نود التنويه بأن ملصقات تحتوي على بيانات الضحايا ستكون مرفقة في موقع الرسات على الويب إن شاء الله. هذا وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير. الموقعون هم الإريتريون في المهجر في شرق إفريقيا، التنسيقية الإريترية لحقوق الإنسان، منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان، مرصد إفريقيا، سلال الدي، ومنصة اللاجئين الإريتريين في جمهورية مصر العربية. هكذا انتهى النداء إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية والهيئات الدولية. أبزتو ديولوت مجلسي اندقنا انا بممهر قبري بهدوراي كملس دا سيم مجلسي بوانكو تقرينيا كغربلنا بكبري يعدم. تفضل ممهر قبري بهدوراي. يقن اللي اندقنا كمتي استاذ دولو بسلست بوانكو سلست قبري حجي بتقرينيا كم بوالكم تقريبا لكم مالتي كبراتن كبرانن بيتسب اريتراويان مقدام النت عزز سلامتنا يبصحكم أما علتاو تقبرو قال سنين أبرخاء أسالتون من نيركم مبارك ساب كباب السنة كلتة ويكا جون كلتة كلتة شعن عصر شدشن
سلسان كلتن إيرتراويان كاب سودان نغبسي يخسقاقورو زتبقو سيحواتنا كومون غالي أمدك نازخونو مناسيات بزي تفلت مخنيات هلواتهم أبي كمزواتسخو كسابلومي معالتي زترقاقات وري يلن نبيت السب كابتي زتنقروم نقرات إزوم سلسان كلتن مناسيات أب كلتن مقو عازيا مكاين توزيعهم أبناي كبابي حدود قبسي مسبسحو أمونغو تهدرات قبسن كومون أمونغو دللتي بزيتا قبرة تخصي إذن نصحات سدتن ياتات بجاخوينوم تقتلوم يوم زبل وره نبيت السب نايتوم قلي أوم تنقروم إتعابيرتا ناي موتوم كاب إتمقدي زحبر زنبري دلالاي كنسو نسوغن أمدربدا ناي قبسي زحزحوام نفسي أوتيني إلو هدمي سمنايتي دلالاي ناصر سبوت ودنارا كون كلو حجي خاب ورغم سبعو أبجوبا سودان كمزلو ينقر بتي زتواهبي ناي موتوم وره بيتسب ناي توم تقو عستي بخياتوم ودي أوم حزنوم عالسوم يركبو دحير حيالي قزيقن بسبب زترغب ورد ما إتم من أسيات أي موتون نتايدا أب كبابي أسوان زبال سجن سنبل تأسيرون إريتران خطرزو تقرب مالو زبل حدش ورد تنقرم إذن أهلاوي أوم زبسر زترغاقات أخم زيخوني كنقرقن نقدد نبايت أسب زيكوني تسفاهيبنا داقما حزن كنفتر اللوم أين ذلينينا انتا خونا جين نعانا خمس سبعوي مسالات تتابغتي نتيزي تسرعي چورانا يتسفا كيدا حساسنا يوك نحلفا ندلين كابتون ده هايوم زي ترقاقت امنا اسيات بيتسب نايتو محمش دخاب اوم حقس لزحاتو تنا انهو تعتقنا كنو تاتو من الفلات اسربيتنا قبسي كنفتش نكرار بالنا ازو ما بتاعتي تتقشوم زلو سبعوي مسالات تتابغتي محبرات أبتي زكبر ناي هلاو دهساسات نغطة عبابرو دولا دلواتينا كبلو يركبو كابوهم كأب إريتران داسبورا إن إست أفريكا إريتران كوردينيشن فور هيمان رايتس ريت سعفار هيمان رايتس أورغانزيشن أفريكان مانيتر تلالة دي كومون رفيجي بلاتفورم إن إيجيبت كابتوهم إننا اليوم زلنا حمشت مناسيات سم عطر بلي كبكم يدلي هذا أول خير إبراهيم سليمان كالا آي جمال تلكي أحمد ثالث آي أيمن محمود أحمد تلكي رابع آي أنوار محمد أحمد تلكي زم كلتا إحواتيوم كابتي زغر مكوم اتحاد من السيسي أبتي قزي زتوفو زلس عصر تغلط عمد تريني بتعمي زغر من زحزنن ودايو حمشاي كا أرون هيل مريم كيدانة كهون كلو كلهم كا إريتراويان كوينوم أب كلتا توم حوات أب سعود عربي هون كلو توم سلس تخالوت كا أب أسمرا راك حموس زتوول بيوم مالت مباركس كبراتن كبرانن أب تنو كبراكو عزونا يحلوات دهساس أب قولنا هونكم كتو تحاورنا بيتسب بتحتنا يحطوكم اللو كل زترق بحبريتها قداسي كهون سلزقل توكسونا كومون كلهم معهنات مراغبيت كومون نايزينا معهنات كم نبور أبزي زقبر ده حساسات إتغساب حجي تفليت أزول لحبريتها تات كتك الحلنان بتحتنا نحطتها لنا إتي هاي كآليني زبها الكل نقر إكزاب هير زي كآلو نقر سلزيل اللي أمو نايزوم تسعينهم زلو بيتسب أبسألتكم زكروهم بشمتهم ستسأل ويتسبقنا خاء مزقنانا نقرب يغني اللي يغني لنا كبر حونا ممهر قبري بهدوراي الناشط في مجال حقوق الإنسان شكرا جزيلا لتزهب كايو مقلتي مباركس كبران كبرات أبزاء ساعة زي أحجي حفتنا سعيدة علي أد كلتة خبزهم ده يوم تسائلهم زلو سم دم أيمن محمود أحمد تلكي كمو دما ودا أنور محمود أحمد تلكي. الآن معنا مشاهدين الكرام
والدة المفقودين الاثنين، الأول أيمن محمود أحمد تلكي وأنور محمود أحمد تلكي. أختنا العزيزة سعيدة علي، نحن نشاطرك الهم وفي نفس الوقت نتبادل معك هذا الإحساس كأم كمولادية متن بتعمي يسمع الناي وتسمعيه ويتنبريوز اللغي قناتات باركس عدلك نبك حجي سعيدة بزدالغ يو أمقا بعرب ديو بتقرينيا ني نزوم تسمعو خزلو انتاي كتب اليوم تدالي الدالو نكتب لي بزدالغ وامقا تزاربي ولا بساو تزاربي بزخون وامقا عدلنا عاخي كبرت عفتنا سعيد عالم. السلام عليكم أستاذ أحمد. السلام أتو قبري بزيد قبلكم لي بحق وحقستي والله بزيد قبل لي دلكم حقست والله. أنا دخلت أيمن محمود أحمد تلكي وأنور محمود أحمد تلكي قم تقولوا تروح واتنا بتعلتتي علت قلت شحن عشر تشدشتن كاب زخاب سعودية خاب جيزان كاب عيتي بكيسون السودان قصومكم تفتوا شكر دي ورد سبيلن يعني ليزا عدلنا بابرو نتعشمون نصرحن نتعشمون نخدالي ونمان بابرو نحايشو نبقيسهم بجاخو مالاختي تسمع انتلو بجاخو انتحى بابرونا ني حقوق الإنسان ني مام المتحدة بجاخو جدش تعمت نساقين عدلنا سيتحاوب بأمام مصر عدى أول خير كمان بأبسمرة كتر حزن نتعشم بجلطة ميتا عد أرون وين بزلات وتساغل كلنا نساغل لنا زما الأختي تسمع بجاهم حجزنا بجاهم كفاية تركبوا. شكرا جزيلا. بالعربي كمان أستاذة سعيدة. أنا أم لاثنين مشوا مني من هنا من السعودية من جازان أيمن محمود أحمد تلكي أنور محمود أحمد تلكي قالوا لنا ماتوا هم ما ماتوا في السجن لين دحين والله قاعدين نتعذب 6 سنة ما قادرين نوصل لهم. أرجوكم اللي يوصل رسالتي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة أرجوكم ساعدونا نتوصل لأولادنا يا رب والله يكون خير. أرجوكم ساعدونا وجمال ولد عمهم هو أمهم في مصر تتعذب وأم أول خير برضو سبحان الله لما جلطة جاته وماتت الله يرحمه وأبو أمه وآرون كمان في مكانها سبحان الله كلنا نتعذب قاعدين. اللي يسمع رسالتي أرجوكم ساعدونا نتوصل لأولادنا. شكرا جزيلا. شكرا. والرسالة واضحة مشاهدين الكرام، كل من لديه معلومة عن أبناء الأخت العزيزة سعيدة علي أيمن محمود وأنور محمود أرجو الاتصال بها مباشرة أو بالرئيسات أو الأستاذ قبري بهدوراي برضو حيدينا كيف يمكن التواصل. ممر قبري هذا خلطها التوخة حتى كم بمجمرتها السخوم كم ناي محبر بزعبة مثلنا حبرة السب تقدسو إذا قد داي بخمي حسكم موتس أن يحكم بحسر زبالي ممر تبوك مجستي أمتاتو أبو خباري فرق مي بيت سب ريش أوت غيرو نسخة مسمنتاي تتحزيتي في مسلاي كبروم ملم زبهالو كابس روبيت ويو أي كالين ناتبه العالم خمس كال تغيروس كابت إسروبيت كنو تقوم بقعنا كمون نقر مقدي كابس روكمي دالي أب كندا بسلام نابر أم بتسولو خمزلو ونقر روكمي دالي يقني لنا هاتغول زغبركم لنا حاجز بس مخنيات بيت السب نايزم حمشته they were able to reach out مجمريا دكتور سابا دكتور سابا ها ياو أنا مسارح تا partner سلزهونكو the information نباي سديداتو سلزي بفلما أنت هنك بركيلنا نزي زد اللي نجارات تلق زبالة حبرت هتات كن حتت خبتم بيت السب نترى خبنا مالتيو قالوا أتونا اللوم سنة دشرحو أزمادوم ياسين كم أون أعلم اتبهالون مسوم continuously نرخم نيرنا بحال نتي زمسل حبريتاتات نمؤمات كاء بسلسة قانقاء نخن صحف بتقرينيا بعربينيا ومقاء بإنجليزينيا كن قرار بسنحنا more information وكل لايكا خم فلاير عينة بولكاوي نايتم حموشتي مسؤولون أب كلو كنزرقح جميرنا لنا مالتيو
كابتن زغر ماكم تسرع بفرق قال اوريدي تجميرو لو ويتش مينز اب كبابي دبس زلو ناي سبع مسل تطابقتي مسوم غزي قرب غيرنا لنا كن لازم كوم اون كابتن زغر ماكم اب توشتي ناي يونايتد نيشن ناي هاي كوميشن ناي هيومن رايت مالتي مسوم لزبات غيرنا مست اوفيس حج انديام انترست ديفلوب تغيروس فردر حبريتا بغنوبوم يحتنا له سلذي مسرعتات جميرنا لنا نتحن قلنا خمسي بسرع اللو لنا هنا هنجمر نتي بيتسب زي كونه تسفان مهاب زي كونه اللو تلك كتنادي خاتخي اندحري اللون بدبل مقرد تحيط كاقن كفتيني لكي خاتخي سلذي نحنا اندحر اللو ابتا خبابي قد ستبها اسري بيت شخشيخنا كابزاز اللو نخن قوية مقرر بال لنا مالتي سلازي كن حجو انت مكر لنا يخو مز غبرنايو ان شاء الله ظاهر يحجز ابز زغبر زلون كساب حجز انا لوا نقول لهم حبرات كافن التحبابر كيلنا كساب شدش محبرات تي بحلف حدا اب قبص زلو بناتهم ديليت نعنا ونا او تونا كله زناي رفيجي بلاتفورم يبو ما بيجبت بزح تحبابرونا حجو نو تحبابرونا قربات يوم زلو سلازي تي تصفنا يسرعات اب صبو مدباتينا زلنا بحفاش نهز بقين كم زلك عاد يوم كت لبوكم صنحت كت لمن صنحت I think بتعمي تاشيني دحزن زيوم سيد كنايم كاب قال ولا عن تلو يغني لنا منهر شكرا لك قبر بهدورا يغني لنا الأخت سعيدة علي زي ما قال أستاذ قبري لا تقطع الأمل ودائما الإنسان يؤمل وإن شاء الله إن شاء الله في يوم من الأيام إن شاء الله نحن نلتقي بهم أبنائك إن شاء الله أيمن وأنور بإذن الله فما تيأسي وعليك بالدعاء وإن شاء الله الناس برضو حتتعاون والناس اللي بيستمعوا إلى هذا البرنامج حنت خطوة لك أستاذة سعيدة بوغن أبسد رابيت زلو هواه حجي أبتزل لخيو بوتا بزعبة أبوهم كاني كميلو خناتاتو وحواتهم قلن تايبو نعم شوية سمعت لهم تفضلي سعيدة سمعك يو حتي لا لا كان يقاطع طيب أنا أقول لك إنه كيف أوضاع أخوانهم وأبوهم بالنسبة لأبنائك فياريت لو تحب تعكسي برضو الحالة داخل الأسرة كيف يعني والله ربنا يعلم بها أستاذ أحمد إيش أقول له لين دحين نتعذب قاعدين نعم كل واحد سبحان الله خلاص حزنه في قلبه ويدعو بس رب العالمين يمدلهم من دلو قين قدك نحن الوقت كم وخامس نعمني نعسجين يمدلو قدك نحن ركب بحنا إن شاء الله يا ربي نزم ما الأختي تسمع ناي حقوق الإنسان ناي ماما المتحدة ناي زيوم ناي سليب الأحمر كتب صحول سيلا أبوكم نحن سبحان الله تسقعي ناس ربي دفلت نعم أبشر إن شاء الله أبشر بالخير أبو كوينوم أنا وين أهواتك أبشري لك خمتي تريو زلهم كبران كبراتن قال لي لا يكونن شدش تعمت دكا ده يوم سينا صاب حجه كمان يعني كمية تصاويرات تولا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ابشر ان احنا نبلكي وان شاء الله في يوم من الايام كترخ بيهم يا اخي تسفاي تغرات خمت زبلنا حونا قبري بهدراي انا كصاب حجه مع الزربها قلت خصاب حج مصعق لنا دلنا ناس رب العالمين مرة هذا مسجن والله العظيم سبحان الله انت يدعني ربنا إدنا ندال عالنا صولات متكبرة لنا إن شاء الله مدكنا نركب راهن الحمد لله بعقلنا خصاب حج زلنا الحمد لله نبرسق أي ناس عذابي وعذابنا دلنا يلا انتهينا مخلوبة أبشر إن شاء الله كم ولادي تمتاني سمعنا يقول لك قال لي لا يكونن كلت دك هذا يوم كت كسين شدش تعمد ما مزي كله تسقمات زلو أفتي بوتات نبريو زلغي نابخا خمل لس ممهر قبري بهدوراي حجي بوغنكم تسفاتات ألو خمتز بلكا كتسعريوكم دما
اللو إن أنا إحنا نبجز لنا أنت أخذت بالتدليني تعذبتي نفسه كفسي من البات والكاو حبريتا تأخاخيبو أفتمس مركة أتو الناس لزخيل نتعذبتي ني محبرات ني معكنات نايزينا بفرلاي أب قداي إريترا سنتفا كمو دما أب دياسبورا زركبو أب سودان يخون أب جنوب السودان بفرلاي أب قبسي أب كالبو تاتات انتاي محسنتاوي لبوا ختم محلال افتدالي أستاذ قبري بهدوراي ما حفش و مجلس وزي توقف قال بخيات مال صغر كوز بالتصفال للناي كابتي ده حساسات كن كبر كلنا كن محجزي زوم بكان توم قالوا توم حمش شيء نبلون دلنا خمسة من أربعة تاجر نمبر سالس كلتن نندلنا ده سالس كلتن كأحد سالس تميت زغون أسراتنا بقول سالس لو ما حفش شو أن غلوا منا خمطابق مالتي لين إذا جن كم من أربعة تاجنا مستوز لنا نحن على لو خينهم كن رحمه منا المعجي شو من تعمت عصرت عمت تأثيرهم زتقفوا صوات نيرهم ترغيبهم كأم دهاي أجي خمسين دحر على لو خينهم كم نرغبهم ترتري بلنا سلزي نتقول له حزب جن كم تزحل فز قبرنا يو زي قال يلن يلنا سلزي بو مت انجن اتي حزبي متان نتحابر نخك على حالنا اتي دهاي اسقب كل يزمت اسقب كل عالم الغاوي قرب دهاي دنا بركم شنتنتا نايزي نكرا زي تقم حبريتا سلازي يله حبريتا كتوكسلنا ندلينا لومي بحلف بلاي نتو معخنات كلهم نايزينا اوف كورس نزي مصوعات هذه اقول لكم كسب حجه ترغيب زلو قدايات كتنقروا لنا نتصفوكم ببغزيو خا نسعد يا دي ام ديا من عيدي ز امساسلون اذا نغرات اسفينا نقنقروا له تي بلاتفورم غتبونا نلابوكم مخنياتو اتناتكم حجز بزح كحجزنا سلازوني بتيناي يونايتد نيشن هون بخال مجدتات نزكبر كن مسرح تجميرو لو هوفلي اندحر اللوز كل رغبو منا بقى تتسفاي قل ناتي قاتن تايزبل اللو بهلاي اللو بهلاي سلاسان كل طلعو صموتي كل نيم سلازي نزيئة مقد زيئة أسب سينو ميم أبفقورو علم زلو هزبنا دتابو قلهم كالي سهبيل نحنا انا بيت سبام نحنا انا أبو أم أدي أم سلازي أب سوداني هلو كمزي حجب شكر دلو أب إثيوبيا أب ناي عفار ريجين أب سودان أب كل زلو هزبنا بزي تنكراتو نقري اللنمو كلنا تسينا تحابيرنا نحنا هنا نحبزو ممكن تابع الله من غير ببرق زبالة خنسرعه قا تحابيرنا بحالة تمسينا هنا مو إذا أود حنكم الله بحبسكم وقصنا قبلكم إذا اللي غني اللي مرحبا يغني لنا ممهر قبر بهدوراي أبناي سبعة ومسل زنتف إريتراوي بتعمي بشم كلهم تعذبتي بشم كلهم ده يوم تسائنهم زلوا سدرابيت لعل مسجناي تقبل قبل كادلي كاب الرئيسات كمو دما ني كلهم مساهم صرح زلو كلهم لعلن تحت نزبلو زلو العلم سقانانا تغبلو خنبل كمو دما نستدرابيت دكنا أيمن وأنور مس ولاديتهم سعيد علي مس أبوهم مس كلهم أحواتهم تسفانا لعليو كبرب العالمين إن شاء الله أبزي حتى رقيد دما إن شاء الله كوفي لنا رخيد كيوم كم تعليلي إن شاء الله أمنت ابنتنا لعلم وقالوا يس كمو دماء عدل كبكي أخوتنا سعدية بسفح زبالة دماء إن شاء الله زي قازتاو ما قلت سلزخوني كان اسفحو بزحين دلين جين أبزو ماتسي جيزي كان الدالي كينا كان الدالو وكينا إن شاء الله بسفح زبالة ماتسي خيخ دقلتي كمولاديت متن إرسات منعاخي موسكوتا كفوتيو زخونو عنقا دالي خيخ الزارة بتغيلي أيها الأخوة المشاهدون في ختام هذا المؤتمر الصحفي الذي ضم الناشط الحقوقي السيد قبري بهدوراي وكذلك أختنا سعيد علي أم لاثنين من المفقودين أيمن وأنور نحن سنتوقف في هذا المؤتمر الصحفي الذي تلي فيه البيان والنداء لمنظمات حقوق الإنسان الدولية وإن شاء الله أختنا سعيدة الرئيسات بكل لغات مفتوحة لك تأتي وتتحدثي ونحن نشاطرك هذا الألم والأمل في نفس الوقت وأشكرك جزيل الشكر أما شر الشاكو كبران كبرات بدمسي وبقال ولادي سعيد علي إزي قازتاو مجلسي كنتم دمو يحبر فضلي أستاذة سعيد علي أنا وين بوغني
أتو قبري بهدورة بطعمي دمسقنا فسعركم كله نقلو من الساعات إريتراوان تقبرو سعري إن شاء الله أبرب ترخبو تعنا رخبو دبرت سنات تطفو رخبو ودكتورة سابانا وأحلى أستاذ أحلام كلهم يعني ضيف الطمسي برب إن شاء الله بولادهم يتحقصوا أمين إن شاء الله ربي يتحقصوا. وأستاذ أحمد كمان أشكرك جزيل الشكر على تعبه. شكرا جزيلا والله. لا شكر على واجب. شكرا جزيلا كل اللي ساعدني يا رب إن شاء الله. الله يجزاكم خير جميعا. شكرا جزيلا. بارك اس كبران كبراتن اذا قاز تو مجلسي ب الرئيسات زغرب لكم ني مدلاو ني ادالونا بزبل مجلسي تواهبو ان شاء الله ابزمت كلاي قاز تو على رخيبنا يوم تسفى كلمه تسفى نكبر. ايها الاخوه المشاهدون كل الذين فقدوا وان شاء الله في قريب من الايام او في مقبل الايام نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يلم شعث وشمل الأسر مع أبنائها المفقودين. تحياتنا لكم من الرئيسات الفضائية المستقلة ونحن على أتم الاستعداد لقبول معلوماتكم وكل ما يدفع بذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.